اهلا بحضراتكم مره تانية. شوفوا بقى انا بتكلم في ايه او احنا بنتكلم في ايه. بنتكلم على مساله الوصفات العلاجيه اللي ممكن تبقى موجوده على بعض من مواقع الانترنت وبعض صفحات التواصل الاجتماعي. ممكن يوصفها لك حد في الصيدليه، وارد يكون دكتور صيدلي وارد يكون لا، ممكن واحد صاحبك يقول لك عليه بص بقى ده في حقنه بتبقى مش عارف ايه، بس روح للصيدلي يقول له حقنه البرد هو هيظبطك. انا الكلام ده ما بفهموش ليه بقى، علشان بره اصلا هو ما ينفعش تاخد اي حاجه غير بالكتير ادويه صداع، دي اللي تاخدها من غير روشته بس، غير كده يقول لك البريسكريبشن فين. قصه بقى اخد حقنه اصلا من غير روشته دي مش فيها استحاله، ده يعني جريمه. طيب خلونا نرحب بضيفتنا العزيزه جدا دكتور ايناس عبد الحليم، استاذه الدكتوره ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب والاستاذ بكليه الطب بجامعه المنصوره. منورانا والف حمد لله على سلامه حضرتك، ودي اهم حاجه. كنت حاجه طيبه وانت طيب؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مساله الوصفات يا فندم اللي بتتحط على صفحات انترنت ومواقع، ويوصفها لي واحد صاحبي ويوصفها لي حد في الصيدليه وما الى ذلك، اللي انا فاهمه ان ده اكيد غلط ولا أكيد. إيه؟ أكيد غلط. طيب إحنا نعمل إيه؟ الحقيقة أنا كنت متقدمة امبارح بطلب إحاطة، أيوة، على أن بعض الأهالي أو بعض المرضى اشتكوا أن هم تبعوا هذه الوصفات وحصلت عندهم أعراض جانبية وحصل عندهم مشاكل كتير صحية، فعايزين يعرفوا الوضع إيه. طلب ده بالمناسبة أقام الدنيا ولم يقعدها. لا، امبارح وصل للتوصيات كويسة أوي. حلو أوي، نفهم بقى. المفروض ان في قانون لهيئه تصنيع الدواء. القانون ده فيه جزء للتفتيش على الصيدليات، التفتيش ومعاه سلطه قضائيه، يعني بيقفل. للاسف التفتيش ما بينزلش دوري، وشويه مشاكل في فصل هيئه الدواء عن وزاره الصحه، فما فيش نزول مستمر، بينزلوا بالطلب. يعني انا اقول له مثلا الصيدليه الفلانيه فيها ادويه غلط بتتباع او ادويه مهربه، بينزلوا بيعمل اجراءاته. هل المخالفة دي كافية؟ ما عرفش بيوصلوا لإيه بعد ما بيقفلوا أو يشمعوا الصيدلية. الفكرة إن عشان أكتب وصفة لازم يكون طبيب، يكون طبيب متخصص. وأعتقد إن الحقنة الثلاثية بتاعة الأيام اللي فاتت عشان تواجه الأنفلونزا، يعني هقول لك مفاجأة، الحقنة الأنتي بايوتيك اللي فيها أو المضاد الحيوي بيتحلل في الحقنة الثانية، ما بيحللوهوش في المية بتاعته، وبيحطوا الفولتارين بيتحلل فيه الانتيبايوتيك ويتحط عليه كورتيزون ويتحقن بيه المريض. فانا بخلط عناصر دوائيه مع بعض، مش بس كده، وبديهم كلهم مع بعض في حقنه واحده. هل هو الصيدلي من حقه يدي حقن في الصيدليه؟ هو مش دكتور، ودكتور تعني دكتوراه، خلينا انه مش طبيب، هو صيدلي. صيدلي يعني يقدر يحضر ادويه، يصرف ادويه، يشوف الادويه. لكن تفاجئ مثلا واحد معاه ثانويه ازهريه بيفتح في وسط الصيدليه مع صيدلي شغال وجايب اجهزه بيقيس السكر واليوريك اسيد والكوليسترول وكتله الجسم، كل ده طبعا نص الاعلان في 5 دقائق. طب هو بيستخدم اجهزه ايه؟ الاجهزه اللي بتديله النتائج دي؟ وليه ما بيلجاش لطبيب متخصص؟ في حد هيحلل كمان في الصيدليه؟ الناس استسهلت، وبعض الناس بتقول ايه يعني ما الفلاح في القرى والفلاحين هينزل عشان يروح لدكتور، ما هو بيستسهل وارخص. لا، مش ارخص. انا ما اعرفش الطبيب هيشخص ازاي وبيدي روشته. طب والصيدلي بيشخص على اي اساس؟ كله شبه بعضه. بنصرف المضادات الحيويه، وده قرار اللي اتخذ امبارح، ما فيش صرف مضادات حيويه في مصر بموافقه الدكتور تامر عصام، وهيصدر بيان بكده لكل الصيدليات الا بوصفه طبيه. ما ينفعش اي واحد يدخل يقول انا بكح انا سخن نديله مضاد حيوي. قد يكون مضاد حيوي يجيب نتيجه، مره تانية يكون السبب في ان الفيروس او البكتيريا تزداد شراسه وما عادش يستجيب لنوع المضاد الحيوي. البنت اللي ماتت في الصيدليه اللي في المنوفيه على ما اعتقد دي اداها مضاد حيوي من غير ما يعمل اختبار. ما في انواع من البنسلين ناس حساسه ليها، ممكن الواحد يموت في الحال. انا عندي حساسيه من السلف. طيب، فمش كل الناس تعرف، فدي مشكلة. هل هو عمل لها اختبار حساسية؟ وهل من حقه ان هو يدي حقن لأي مريض؟ لا طبعا، ده مش موجود في القوانين اللي نازلة، بتحكم حاجات كتير قوي في هيئة تصنيع الدواء والمخازن. في مخازن كتير في مصر بتبيع هي الدواء، يعني ده انا لسه مخزن الدواء ده مفروض ان هو ليه حق التوزيع.
أيوة. على الصيدليات مش البيع، مش البيع، بيبيع من خلال انه يمنع في التخزين يخزنوا ادويه معينه تخرج في وقت معين لناس معينه وتتباع باي سعر. في القانون احنا حطينا شروط جامده جدا على المخازن لسبب ان ما كانش فيه تهويه كويسه في المخزن، درجات الحراره متناسبه مع الدواء اللي بيتاخد ممكن الدواء يبوظ. احنا درجه حرارتنا عمرها ما هتبقى درجه 25 اللي هي في درجه حراره اي غرفه، احنا في الصيف بنعدي ال 48، لو ظهر المخزن في شمس ممكن الدواء اللي جوه ده يبوظ. تاني حاجه الادويه المهربه او الادويه المستورده اللي متوفره اكتر من ادويتنا في الاجزخانات، دي ادويه مش داخله بطريقه شرعيه، طب ما هو لازم يبقى عليها ظبطيات، دخلت ازاي ولما تهربت الادويه دي اتحفظت صح ولا لا. فالدواء ده برضو له تاثير على المريض. الجديد في التواصل الاجتماعي انه بيوصفوا دواء ووصلت ان الصيدلي او اللي ماسك الصفحه بيكتب له روشيتا، بيكتب روشيتا وبيديها للمريض. طب على اي اساس كتب الروشيتا؟ انا مش ضد انهم يشتغلوا في صيدلياته، كل واحد يبقى فيه تخصص، لازم يبقى فيه جوب ديسكريبشن. انا دكتوره تخصصي اورام بشتغل في الاورام، مش من حقي اروح اكشف على واحد عنده امراض صدر، ولا من حقي ان انا اقوم اشتغل بطنه حتى لو انا درسها في الكليه، ما ينفعش. الدنيا كلها عندها سب سبيشاليتي، الناس ما بياخدش البطنه الوحيده، ده بياخد جزء صغير من البطنه يشتغل فيه. بقى في تخصص في الاورام التخصص. ايوه في الاورام بناخد نوع واحد من الاورام، ما بشتغلش كل الاورام، ده المفروض، لان لما اتفرغ لحاجه صغيره هدي نتائج احسن. احنا عندنا في تسيب جامد جدا في موضوع الصيدليات، وكنا حاولنا نعمل قانون وما استمرش، لازم يبقى في حاجه تحكم الصيدليات. الجزء بتاع منع المضاد الحيوي ده مهم جدا. الجزء الثاني اللي احنا توعدنا بيه انهم ابتدوا يعملوا العمليه الرقميه للادويه على اساس ما يوصل التامين الصحي الشامل، ويبقى زي مدينهم بورسعيد ويبقى المريض مسجل، سهل جدا انك تقول بتوع الامراض المزمنه بياخد ايه كل شهر، اقدر انزل له ادويته على كارت على النت. في بره بتكشف وبتاخد الدواء من اقرب صيدليه على النت، ما بتاخدش من الدكتور البريسكريبشن، لا انت بتلاقيها موجوده عند الصيدليه القريبه للبيت وبيسلمك الدواء. برضو من الحاجات اللي كنا بنتناقش فيها، احنا من الدول اللي بتستخدم كرتون وعلب لكل دواء مستورد، كرتون مستورد والعلب مستورده، بنكلف الحاجات دي كتير جدا. في نفس الوقت احنا دوله بتنتج دواء من سنه 38، الاردن بتصدر ب 13 مليار، احنا يمكن السنه اللي فاتت كنا بنصدر بمليار، برغم ان دوانا ارخص دواء فعاليته جيده جدا. التكلفه عندنا عاليه وده اللي خسر مصانع كتير، ومصانع كتير قفلت. فليه ما نبقاش زي البلاد كلها بيدي الدواء بالعدد وفي علب بسيطه كده بلاستيك وعليها ستيكر بيقول السايد افكت اللي ممكن يحصل ايه، المضاعفات اللي ممكن تحصل والجرعه ايه. انتهى الموضوع، بياخد عدد حبوب واحنا بناخد المضاد الحيوي بنصرفه اكبر من العدد والعيان ما بيستخدموش وبيترمي. بيترمي في طيب ليه استهلاكنا في الكرتون وفي الحاجات دي حاجات احنا اتناقشنا فيها. الحقيقه ان هيئه تصنيع الدواء والدكتور تامر كان متفاهم جدا امبارح ومعترفين ان ده موجود، واحنا مش قادرين نضغط، احنا بنبين المشاكل لمصلحه المواطن، وزي ما اتفقنا امبارح محتاجين توعيه، لازم المواطن يبقى عارف كويس قوي ان مش اي حاجه يتحقن بيها، ومش اي دواء يتوصف له سواء من صديق سواء من وصفه على السوشيال ميديا سواء من وصفه من صيدلي اروح اخد الدواء واستخدمه من غير ما اكون انا عارف انا عندي ايه، ممكن ادخل في مضاعفات جانبيه اخطر من المرض نفسه اللي موجود عندي. مش هنشد قوي على هيئه تصنيع الدواء، القانون معمول سنه 2019، احنا بقالنا سنتين بيحاولوا ينظموا وينظم بيته من الداخل، هيعمل في المحافظات كلها، بس الفكره ان محتاجين قانون للصيادله. طيب هنا خليني اخد معانا على التليفون دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه الصيادله. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين، وتحياتي للدكتوره ايناس. اهلا بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. انا اعتقد حضرتك سمعت جانب من كلام دكتور ايناس، واظن انه النقابه كمان ليها دور مهم. يمكن انا عايز اضيف نقطه، انه هو احنا نقدر نحكم كل هذا الموضوع
عن طريق انه ما فيش صرف أدوية يحصل من الصيدليات غير بروشتة معتمدة ومختومة. في عصر التكنولوجيا الجديدة نقدر نعمل روشتة إلكترونية وليها كيو ار كود وما الى ذلك، وتتجهز الصيدليه بالسيستم ده. بس الاول اخد راي حضرتك او تعليقك على كلام دكتور ايناس. طبعا انا موافق جدا 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 على صرف الدواء بالوصفه الطبيه وبروشته. لكن يا فندم احنا قبل ما نقول يعني ايه صرف الدواء بروشته، احنا لازم نتفق ان في العالم كله في حاجه اسمها او تي سي، والدكتور ايناس طبعا عارفه الموضوع ده كله، ده موجود في اوروبا كلها. حضرتك ممكن تدخل تاخد باراستامول اقراص من الصيدليه على طول من غير مشكله، وفي قائمه للاو تي سي معموله في العالم كله. احنا طالبنا ومرارا تكرارا ان في قائمه للادويه الوصفيه اللي انا اقدر اوصفها، لكن انا اتحدى اي حد في مصر يقدر يقول ان في صيدلي صرف دواء ضغط او سكر لمريض من غير وصفه طبيه. مستحيل. حته ان الممارسات الطبيه في الصيدليه ان حد بيقيس ضغط او سكر، حضرتك الطبيب نفسه بيطلب من المريض انه يبقى معاه توفر عنده في البيت جهاز ضغط او سكر عشان يعرف السكر والضغط عنده ماشي ازاي. لا علشان افهم النقطه دي يا دكتور، يعني حضرتك بتقول يعني بعض الناس تقول لك ايه، نيجي طبيب نيجي من الصيدليه بتقيس السكر، يا استاذ يوسف انا عندي 80,000 صيدليه في مصر، في قرى ونجوع في بعض المناطق عشان يوصل لاقرب مستشفى او مركز طبي او عياده ممكن يركب مركب، ممكن يركب معديه، ممكن ياخد له ساعه في المواصلات. اقرب مكان مقدم خدمه صحيه هو الصيدليه. واحد مريض ضغط، مريض سكر، ليه السكر عنده مرتفع، يرجع البيت يعرف يتصرف ياخد جرعه انسولين محدده لغايه ما يرجع للطبيب. هل ده حرام؟ طيب حضرتك بتقول دلوقتي انا عايز وصفه طبيه، عايز وصفه طبيه، خليك معايا يا استاذ، وصفه طبيه. الاول يعني روشته. يعني انا استاذ يوسف دلوقتي لو جات لي روشته مطبوعه مكتوب على ناتف، يعني مكتوب عليها الاستاذ الدكتور يوسف الحسيني اخصائي الامراض الصدريه، ومكتوب فيها مضاد حيوي ومكتوب فيها بعض الادويه، اصرفها؟ لا خلاص، ما هعرف منين الاستاذ يوسف الحسيني؟ الروشته دي يا مختومه يا مش مختومه. لازم يبقى رقم واحد، يبقى روشته عليها ختم الطبيب، عليها رقم القيد بتاعه، مدموغه روشته عليها ختم الطبيه، وده ما بيحصلش في مصر كلها. صح يا استاذ، صح يا دكتور ايناس ولا لا؟ ما بيحصلش. ثانيا حضرتك اكتر من 50% من العيادات في مصر مش مرخصه. ثالثا حضرتك عايز تصرف الدواء بالروشته، انا موافق جدا زي دول العالم كله، بس ما اخدش حته واسيب حته. العالم كله بيصرف الدواء ازاي يا استاذ يوسف؟ بالاسم العلمي. ومن خلال النقطه بتاعت الحقنه بتاعت 3 في 1، احنا اول جهه رسميه في مصر منذ سنوات حذرنا من الحقنه 3 في 1، واكثر من سبب نقابة صيادلة القاهره. طب ما تيجي نقطه مهمه جدا يا استاذ يوسف، ايه اللي بيخلي الدكتوره ايناس قالت نقطه في منتهى الخطوره؟ ان كثره استخدام المضاد الحيوي هيدمر جهاز المناعه. انا عايز اقول لك على معلومه الناس تفهمها كويس قوي وتحفظها صم، الجهات التشريعيه والجهات التنفيذيه تسمع الكلام ده كويس قوي. احنا كل سنه كل يوم بيطلع مسكن جديد يا استاذ يوسف، الاف دي او دبليو اتش او او اي دوله متقدمه، بيطلع مشتقات المسكنات الاسم العلمي كل يوم مسكن جديد، دواء ضغط جديد كل يوم، دواء سكر جديد كل يوم. المضاد الحيوي كل كام سنه بنكتشف مضاد حيوي جديد. فبتيجي فتره مع كثره استخدام المضادات الحيويه هتلاقي جهاز المناعه في الجسم اتدمر، والمضاد الحيوي الموجود على الرف مش هيبدا يجيب نتيجه مع المريض المصري والمريض المصري فقط بسبب كثره استخدام المضاد الحيوي. طب ما تيجي نبدا اتفاق حلو قوي. احنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا، وانا لغايه دلوقتي للاسف مش شايف لها يعني مش شايف لها سبب. ايه المشكله؟ ان انا اصرف الدواء بالاسم العلمي. ايه المشكله ان يطلع تشريع من الجهات التنفيذيه والتشريعيه في البلد تقول على الطبيب ان يصرف الدواء بالاسم العلمي مثل اي دوله متقدمه صحيا في الخارج؟ دي حاجه يا دكتور، هستاذنك في المقاطعه، دي حاجه هنرجع فيها للدكتور ايناس باعتبارها انها طبيبه كبيره مما لا شك فيه، وكذلك عضوه في المجلس النيابي، وبالتالي يعني هي احد المسؤولين عن التشريع في هذه البلد. انا سؤالي هو يعني انا النهارده ادخل الصيدليه اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر، هيديهولي ولا مش هيديهولي؟ طب اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، جاوبني بس معلش، جاوبني بس. هيديهولك عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ عارف ليه؟ اه لانه ما اديهولكش تعمل في محضر تحبسه، تخيل. مين اللي قال؟ ما قانون وزاره الصيدله يا فندم ماده 76 لا يجوز للصيدلي امتناع عن بيع الدواء الموجود عنده في الصيدليه والعميل طلبه. في كمان عندي نقطة مهمة جدا. في فرق يا فندم ما بين ان انا داخل بوصفة طبية روشتة معتمدة مدموغة، او ان انا اخش اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر. استاذ يوسف، انا دفعة 99 صيدلة 99،
96 سنة بمارس المهنة، ثلاث مرات شفت الروشتة المدموغة. 22 سنة بمارس مهنة صيدلة، ثلاث مرات أصرف أدوية روشتة مدموغة، والباقي كله عبارة عن ورق بتجي له مطبوعة. يعني لو رفضت الصرف إيه اللي هيحصل؟ ما ده اللي أنا بسأله. لو رفضت صرف الدواء بدون وجود وصفة طبية معتمدة، حد يقدر يقول لك تلت التلاتة كام؟ لا لا، عندي انا ماده في القانون يا استاذ يوسف بتقول ايه، ماده 32 صرف الادويه بالروشتة معاده الادويه الدستوريه، واحنا مستنيين. اقول لك على نقطه مهمه جدا، هيئه الدواء المصريه منذ سنه تقريبا دشنت مجموعه او فريق عمل في هيئه الدواء المصريه برئاسه الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس هيئه الدواء المصريه، ان بيعمل دستور الادويه المصري. دستور الادويه المصري ده هيبقى شامل كل الادويه وتعريف الدواء وطريقه تحليله، وبالتالي انا كصيدلي ما اقدرش اصرف روشتة من غير روشتة ما عدا ما اقدرش اصرف دواء من غير روشتة ما عدا الادويه الدستوريه اللي بتستخدم الخارج والباطن، وده موجوده في القانون يا فندم. انا مش فاهم هو في يعني، انا عايز افهم حاجه يا استاذ يوسف، بره الناس في سيستم وفي منظومه كامله بتعملها كويس، انا في مصر ناخد منظومه من دوله اوروبيه وانقلها في مصر، لكن اخد حته بتعجبني والحته الثانيه لا. يعني احنا مش عايزين، لا احنا ما بنقولش كده يا دكتور، احنا ما بنقولش هناخد حته ونسيب الباقي. طب اقول لحضرتك، انا هستاذنك بس لحظه واحده برضو، لازم ندي فرصه لدكتور ايناس ترد على هذه النقاط اللي حضرتك عرضتها. هو الحقيقه طبعا الدكتور محفوظ ده صديق عزيز عليا، واحنا اتفاهمنا في حاجات كتير، بس يعني اعتقد انه ان انا تابع الدواء او انه لازم اخد الوصفه مختومه، كل الدكاتره بتحط الاكلاشيه بتاع، مش ممكن يكون حد عامل اكلاشيه دكتور في نفس الوقت الروشتات كلها بتخرج مختومه، مفيش دفتر روشتات من غير ما يتختم. طب ما هما بيصرفوش المخدرات والادويه اللي احنا يعني احنا كاورام من حقنا بنصرف في الادويه المخدره والحاجات دي، ما بتتصرفش الا بروشته ومختومه طبعا. طب ودي مخدرات، طب ما هو يبقى نفس النظام، ايه اللي هيفرق؟ هل في مريض هيدخل يقول له انا عايز ترامادول ولا عايز حقنه مورفين هيدوها له؟ مش هيدوها له. لكن الفكره ان تطبيق القانون اللي اتحط سنه 2019 هياخد وقته على ما ينظموا العمليه بانهم ينقلوا الاستاف القديم وياخدوا جزء منهم ويجيبوهم في النظام الجديد، يدخلوا في المنظومه ابتدوا يشتغلوا. لازم في تراك للدواء، الدواء يخرج من المصنع وابقى متابعه هو ماشي فين، الادويه المهربه بتتصرف ازاي، هي مش مكتوبه ولا موجوده، بتتصرف ازاي، بيدوها للعيانين ازاي، ليه الادويه المستورده متوفره اكتر من ادويتنا المصريه، ليه التخزين مش مظبوط، ليه الصيدلي اللي واقف في الصيدليه ما بيبقاش صيدلي، اغلبهم دبلوم تجاره وموظفين، كلامي مظبوط ولا غلط؟ كم صيدلي اللي بيصرف الدواء؟ يمكن الدكتور محفوظ واقف في صيدليته وبيصرف بنفسه وبيراجع، لكن اغلبيه الوقت اللي موجودين في الصيدليه مين؟ موظف. ما هو الصيدلي طيب اما يدخل بقى عيان يقول له عايز دواء السكر الفلاني، هو عارف دواء السكر ده هو انهي نوع فيهم؟ يعني هو موظف او دبلوم تجاره او ايا كان شهادته، ينفع يطلع الدواء ولا بيجيبه ولا بالتمرين من كتر ما هو قاعد؟ طيب ده ما ينفعش، احنا مش اقل من اي دوله متقدمه، احنا عملنا قانون علشان ننظم العمليه، حتى المخازن ما فوتناهاش وحطينا الشروط، المستلزمات الطبيه اتحطت في نفس القانون عشان ما نصرفش مستلزمات من غير ما يكون الحكايه مدعومه. هو ينفع واحد ينزل ياخد محاليل ويمشي؟ يعني انا عايز بس الاول اشكر الدكتور محفوظ رمزي. دكتور احنا لازم نبقى لينا قاعده في هذا البرنامج ضروري بحضور دكتور ايناس، مش في اطار التناظر بقدر ما هي في اطار وضع الحل، ودي اهم حاجه. اشكرك مره ثانيه دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع. طب دكتور ايناس، كلمه اخيره زي ما بيتقال في هذه الفقره، انا اكتر حاجه شغله دماغي، انا في امريكا بروح مثلا لصيدليه اسمها كذا ما اقدرش اقول اسمها، فهي بتقوملي بتحاليل، بس الصيدليه دي واخده اعتماد قانوني المعمل فدرالي اللي عندها يسمح لا بالاجراء التحليل. ايوه طيب، وفي نفس الوقت اصبح دلوقتي في ترند اللي ماشي في الدنيا ان الروشتة بقت الكتروني بكيو ار كود، وكله بياخدها بيسكان بيعرف انه ايوه دي روشتة وممكن حقيقية. تتبعت له على الكمبيوتر قبل ما انت توصل، خلاص كده. ايوه احنا ليه ما نعملش ده عندنا؟ ما ده المفروض ان ده اللي هيحصل. هل هنبقى في عندنا تشريع قريب بخصوص هذه الامور؟ في تشريع قريب على الموضوع السوشيال ميديا، مش القانون اللي احنا عملناه بتاع الاعلانات. الحكومه بتجهز قانون ما بين هيئه تصنيع الدواء ووزاره الاتصالات عشان يحجموا الموضوع ده، وفعلا في صفحات اتقفلت
واتقبض على الناس اللي بيديروها عن طريق متابعتهم من وزارة الاتصالات ببلاغ من هيئة تصنيع الدواء. لكن هيئة تصنيع الدواء مش هتقعد طول النهار تلحق القنوات. انت بتشوف اعلانات للأدوية غريبة جدا. انا مش هذكر حاجة بس يعني في دواء مستخرجينه من عشب معين بيعالج كل الأمراض. ويجيبوا ناس كانت ما بتمشيش مشيت، أورام موجودة سرطانية اختفت، وحاجات بتتعرض. الناس بتصدق للأسف. وبعدين الناس بتاخد الحاجات دي أو بتاخد الأعشاب للتخسيس لأنه يزيل الألم. بتحصل مضاعفات بيكسفوا يقولوا لأن ما يقدرش يقول إيه اللي حصل. الأدوية اللي عمالة تتحط في العسل، والعسل بيعمل بينجز وبيخلص على الأمراض وبيخلص على الفيروسات. إحنا كده مش ناقص، مش قانون بس، محتاجين توعية للناس. أنا ما يلزمنيش مش القانون اللي هيقدر يعمل، ما في قوانين كتير لازم نعمل حملة توعية حقيقية. لازم الناس تعرف. دكتور إيناس نورتينا وشرفتينا كما جرى العادة، وألف حمد لله على سلامة حضرتك، ويا رب سنة سعيدة عليك علينا وعلى كل شكر لحضرتك. هستأذنكم نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل بفقرة هتبقى قصيرة للأسف الشديد، لكن يعني الكويس فيها ان احنا ما شفناش من زمان ناقدنا وكاتبنا الكبير استاذ طارق الشناوي، فهيكون موجود معانا بعد الفاصل ان شاء الله. استنونا.